وهي آيات. بسم الله الرحمن الرحيم. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية. وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطيعن الله وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا رسوله. إنما يريد الله رسوله ليعذبكم رجسا أهل البيت ويطهركم تطهيرا يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل ويطهركم تطهيرا إن المسلمين والمسلمات
Bismillahirrahmanirrahim.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ورد للقرآن.